دابا كنت كنصور الفيديو وغادي نخدم في هذه الفتره بما انه فلوغ ما تديوهاش. المهم هذا الفلوغ غادي يكون طويل واحد شويه ما فيه شي فائده. المهم بلا ما تخلعوا درت كوماج درت كوماج على درت هذا الماسك. هذا الماسك زوين بزاف. فاش درت الكوماج حسيت بواحد الراحه ودرت ماسك وصبت ليا كوفي وصبت ليا القهوه وغادي نخدم على شي حوايج. وبعد ما ينشف لي هذا الشيء ناخذ واحد الدوش باش نرتاح باش نحس براسي الراحه الراحه الراحه. I like it. صراحة فاش كتهتموا براسكم ولا كديروا شي حاجة لراسكم كتحسوا بواحد السعادة بواحد الفرحة ممكن تحسوا بشعور غريب وماشي غريب. Let's go. أبديت دابا بعد ما درت تيك أشاور خديت شاور حسيت بواحد الراحة كبيرة بزاف والبشرة ديالي حسيت بها حسيت بالراحة والباطن البشرة ديالي. من الاسباب اللي غادي تجيب لكم السعاده والاتيناء بالنفس ديال نيداري كافيه غادي ندير باش غنرطب البشره ديالي وغادي نمشي نصلي ومن بعد خاصني نكمل التصوير ندير الفيديو باش دغيا باش دغيا المونتي ونقول لكم ان شاء الله يا ربي. وكاين بزاف الحوايج اي ام سو اكسايتد اند والله عندي واحد الحماس كبير بزاف. نيداري كافيه ما تنساوش لو وصلتوا للنقطة ديال هذا الفيديو ديروا لايك ديروا لايك وسبسكرايب وشير مع الأصدقاء والعائلة ديالكم. إيوا هذا مكان زيت اللوز ندير زيت اللوز ندير شوية باش كتكون نتكلم واحد شوية هذا ماشي نقضي الاشغال ديالي. المهم فاش كتكون عندكم بزاف الضغوطات سواء كانت نفسيه ولا ضغوطات يعني في المحيط ديالكم حاولوا انكم تاخذوا واحد البريك مع نفسكم ني تاخذوا هذاك البريك مع نفسكم ديروا اي حاجه كتعجبكم سواء كانت بسيطه الاشياء البسيطه اللي كتعجبكم انكم ديروها ديروها. مهم تعدل المزاج ديالكم وتعدل المود ديالكم حيت لو بقيت المود ديالك سلبي صراحه انا اليوم كنت مزيان فقط مزيان ولكن غير كيتبدل المود ديالي كنلاحظ انا دايري دغيا كيتبدل لي المود ديالي وخاص ما كنحمش نبقى في الجو الكئيب حيت لو بقيت فيه انا عارفه راسي غادي نبقى فيه. اليوم كنشكر راسي بزاف حيت تجاوزت هذاك الجو واخا كانت الجو كئيب وهذا ما باغا ندير والو بهذا المعنى لذلك درت واخا نص النهار كان زوين كان زوين بمعنى الكلمه لذلك خاصنا الحمد لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله على كل حاجه الحمد لله على هذه النعمه الحمد لله حيت كنضحك والحمد لله حيت بصحتنا الحمد لله. لذلك حاول انكم تبدلوا المود ديالكم. بالمناسبه غادي نرجع للكتابه حيت صراحه فاش كنكتب كنحس بالراحه بزاف وكنفرغ كاع الطاقه سواء كانت طاقه سلبيه ولا طاقه ايجابيه كنفرغها في الكتابه. بقيت الكتاب ديالي نوريكم كيف كنكتب فيه ها كنكتب فيه عاد قيت بزاف الاشياء اش من شير اش من كتاب على بزاف المواضيع وعجبني راسي. المهم غادي نرجع للكتابه حيت صراحه قاطعت عليها كان بسبب ظروف حيت مش اي حاجه مثلا كان بين الاهداف ديال هذا العام انني نبقى نكتب وبصراحه كنت كنكتب في البدايه العام وداك الشيء ولكن كنقاطع يعني كتكون شي حاجه كنقاطع يعني كله ظروف كما كنقولوا لذلك غادي نرجع نكتب وبزاف الحوايج ان شاء الله جايين زوينين. انا مآمنه كنآمن بواحد الحاجه فاش كتمنى شي حاجه زوينه غادي تجي لك فقط خدم عليها. لذلك حاولوا انكم
تجدوا النفسية ديالكم، حيت حتى واحد ما غادي يقول لك يلا يلا بدل المود ديالك. يعني حاول قدر الامكان. يعني اشياء بسيطة، غير انك تنوض وتصاوب شي حاجة كتعجبك، مثلا طبخ، طيب شي حاجة كتعجبك، مهم طيب اندومي ولا اي حاجة كتعجبكم، تبدل المود ديالك. ولا تاكل الشوكولات، اكيد انا كناكل الشوكولات كنحس بواحد الهرمون السعادة طالع ليا وكنفرح. تواحد ما قدر حيد لي الشكلاط. لذلك حاولوا انكم، غادي نبقى نعاودو، حاولوا انكم تجدوا من النفس ديالكم، جدوا بحال كتعيش مرة اخرى. صافي ساليت. صافي دابا هادشي غادي نخليكم النوم، من بعد نبداو نشوفوا الاشياء اللي غادي نساليو بها هذا الفلوغ ان شاء الله يا ربي. غير بغيت غير نقول لكم، ماشي عيب انك تاخذ واحد البريك مع نفسك، وماشي عيب انك يعني تبعد على الناس كاملين وتبقى بوحدك، يعني تبقى مع راسك، تبرك واحد، تاخذ واحد الوقت المعين مع راسك في خلال اليوم، ماشي عيب. وخاصك ضروري ان يكون في يوم ديالك شي وقيت، وخا ساعه ولا نصف ساعه، انك تبرك مع راسك وتتكلم، يعني اشياء كيف داز النهار، كيف داز شنو اللي ما عجبكش في هذا النهار، شنو هو الحوايج اللي باغي تغير، اللي عاكسوك في هذا النهار، مهم اي حاجه كتضرك حاول انك تتكلم مع نفسك. حيت صراحه كنحس انك الا ما بقيتيش كتكلم مع نفسك وبحثتي على نفسك بزاف، غادي ياثر عليك هادشي بزاف يعني في حياتك. وهادشي ناتج انه فاش بزاف الناس كاع ما كيتكلموا على كيتكلموا مع نفسهم، كيكون عندهم مشاكل نفسيه، يعني ما كيكونش مرتاح في حياته، ما كيلقاش، ما كيعرفش شنو هي السعاده. انا بالنسبه لي السعاده، لا قلت لي شنو هي السعاده، انا اللي كنصنع السعاده. دريه صغيره لا صوبت قهوه وكنصوبها وانا فرحانه وكيعجبني الحال، ولا ناكل شوكولات ولا غير نصوب شي حاجه للعائله ديالي ولا شي حاجه بحال هكا، كنحس بالسعاده. ولا نصاوب شي واحد شي حاجه ويعني هذاك الشخص يعني كنبغيه، كنحس بديك السعاده. المهم حاولوا انكم تبركوا مع راسكم وتعرفوا الاشياء اللي خاصها تبدل في حياتكم، الاشياء اللي خاصها تحيد منكم. ما تبقاوش عايشين دائما في هذيك السلبيه وهذيك الانرجي نيجاتيف. ديك الانرجي نيجاتيف راه كتقتل الواحد وكتاثر ليه بزاف، خصوصا في الافكار ديالو وفي حتى طريقه المعامله ديالو مع الناس، كينشر هذيك الطاقه السلبيه. و يعني هذا الكلام فيه بزاف، لذلك حاولوا انكم تبركوا مع راسكم، بركوا مع راسكم دائما، كنقول بركوا مع راسكم، بركوا مع راسكم. هذه كمعلومه، كنحاول انني نوصل اي معلومه يعني كنحس بان غادي تفيدكم، كنحاول انني نوصل لكم. يا هذا مكان. I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back.